حلب، وما هي أخبار المعارك الدائرة بين أبطال الجيش الحر وعصابات الأسد؟ أعد قبل الدخول في التفاصيل والاشتباكات والغارات التي جرت هذا اليوم في حلب وريفها، أنا أتكلم بشكل موجز عن الانتصارات التي حققها المجاهدون الأبطال في خلال الأسبوع الماضي. يعتبر الأسبوع الذي مر أسبوعا حافلا بالإنجازات والانتصارات العسكرية للمجاهدين والثوار في حلب وريفها، طبعا بعد فترة طويلة من الراحة لقوات النظام وحلفائها في جبهات حلب. تمكن المجاهدون من تحرير جبل الشويحنة الذي يعتبر خط الحماية الأول لمبنى المخابرات الجوية، كذلك تم تحرير القصر العدلي ومبنى قيادة الشرطة في حلب القديمة، وكما تم تحرير برج السريتيل وبرج الحمام في جبهة عزيزة. كذلك هناك تقدم كبير للثوار في جبهة الشيخ سعيد. أما في الناحية الشرقية جبهة الشيخ نجار فقد شهدت تلك المنطقة تراجعا كبيرا لقوات النظام وإعطاب العديد من آلياته خلال الأسبوع الماضي، وقتل أكثر عدد ممكن من جنود النظام ومن يوازرهم من حالش. أما في هذا اليوم بالنسبة للأحداث العسكرية والاشتباكات في ريف أسفيرة، تمكن الثوار من قتل 8 من جنود الأسد إثر ألغام أرضية تم وضعها في تلك المنطقة. كذلك أعلن جيش المجاهدين عن مقتل عدة عناصر في بستان القصر إثر استهدافهم بمتى 14:30. كذلك تم قتل 4 عناصر من قوات النظام في حي صلاح الدين، وشهدت الجبهة الشرقية جبهة الشيخ نجار وهي تعتبر الجبهة القوية جدا والتي تشهد اشتباكات منذ ما يقارب الشهر أو الشهر ونص، شهدت اشتباكات قوية. أمطرها النظام بوابل كثير من الطيران الحربي والمروحي. كذلك في بستان القصر هناك كانت اشتباكات، وفي حي الإذاعة كان هناك اشتباكات بين كثائب الأسد والثوار. تم قصف المدينة الصناعية بأكثر من 3 براميل متفجرة وكانت الأضرار مادية فقط، كما تعرضت عدة أحياء في حلب وريفها لقصف من الطيران الحربي والمروحي. تم قصف طريق الكاستلو ومحيط دوار الليرمون، طبعا دوار الليرمون هو بيد الثوار، تم تحريره أيضا بالبراميل المتفجرة، كما قصف حي مساكن هنانو والجزماتي وحي بني زيد ودوار الجندول وكرم حومة، تعرض لقصف عنيف ودمار هائل في المنطقة. كذلك هناك قصف على قرية الليرمون ومدفع العواجة ومخيم حندرات. بالنسبة للدمار في مخيم حندرات فاق 60%، ذلك المخيم الواقع غربي مشفى الكندي تعرض للقصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ من الغارات الجوية. النظام يستهدف هذا الحي الفقير والخالي من السكان تماما، لا يوجد فيه سكان تماما، لأنه أصبح طريق المدنيين والثوار الواصل بين الريف الشمالي ومدينة حلب. كذلك تعرضت مدينة عندان لقصف عنيف، وهناك استشهاد 7 أشخاص من تلك الغارة الجوية في حلب في الريف الشمالي بالنسبة لعندان. كما شهدت جبهة الشيخ السعيد اشتباكات بين الثوار وميليشيا الأسد، وقد علمت بعض الشبكات والقنوات أن هناك عدد من شبيحة النظام المتواجدين في حلب تم إفادهم إلى اللاذقية لمؤازرة النظام في المحنة التي يقع فيها. كانت لنا جولة اليوم مع المجاهدين الثوار واستطلعنا آراءهم عن النصر الكبير الذي يتم تحقيقه في اللاذقية. معنوية الثوار رائعة جدا وكانت جميلة والحمد لله، وبعض العناصر ستذهب لمؤازرة إخوانهم المجاهدين في ريف اللاذقية. تم تشكيل عدد كبير للذهاب إلى هناك لمقاتلة النظام، لأنهم يقولون إذا سقطت تلك العاصمة التي يتخذها النظام عاصمة له على البحر سيسقط النظام بإذن الله. أبو يزن الحلبي مراسل شبكة شام الإخبارية في مدينة حلب وريفها متحدثا من حلب وريفها، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومة.